لسان حال ناس كتير مننا محتاج قوة أكبر مني. يعني أنا مش عارف أنتص في منقص، محتاج قوة ترفعني. أنا جوايا موت قوة فيا بتشدني ناحية الخطية. ده بالظبط اللي أنا عايز أقوله. حاسس إني صغير وضعيف. أنا كنت بحاول أوقف قانون الجاذبية. أنشد نشيد الحرية، مقدرش أطلع لفوق، مش عارف أعمل إيه. ليه إحنا بنجري ورا شرور العالم؟ خليك دايما جنب اللي بيملاك. ناموس روح الحياة، ناموس الخطية والموت. احنا لسه بنعافر بنفسنا. انا عاجز والعتق من العبودية. على فكرة هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة في حلقتنا، خليك معانا. كل يوم بخطي خطوة في الحياة مع المسيح.